وكيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم شباب. قناتي مهتمة بالعملات الرقمية، دائما بحب أشارككم بالمشاريع الناجحة. دائما صديقي اعمل أبحاثك قبل ما تستثمر بأي عملة. مشروعنا اليوم عن عملة أطلقت من أيام. اتذكر دائما صديقي قرار الاستثمار أنت مسؤول عنه، بالذات بعملات الميم. هالعملة ارتفعت ارتفاع كبير وعليها زخم والفوليوم عليها منيح، لا بأس فيه. شباب، اسم العملة أومي إينو، عملة ميم، ومشروع هاي العملة ألعاب. عندهم هدف فريق العملة يعملوا لعبة ويوزعوا عدد القطع من العملة على اللاعبين. الماركت كاب للعملة 30,000 دولار، وعندهم هدف توصل للمليون دولار، ومقدمين اضافته على كوين ماركت كاب. عدد الاشخاص اللي محتفظين بالعملة قريب 500 شخص. رغم العملة عمرها ايام، فريق العملة ياباني وعليها زخم من المجتمع الياباني. عندك ضريبة على البيع والشراء اكيد 9% لامان العملة للمضاربات. حتى تشتري العملة انت صديقي بتلزمك محفظة ميتا ماسك او تراس ويلت، وبعدها بتنتقل للبانكيك سواب وبتعمل ربط بين محفظتك وبين بانكيك سواب، وبعدين بتاخذ العقد العملة وبتشتريها بمقابل بي ام بي. اتذكر صديقي بدخولك باي مشروع وبالذات بعملات الميم على مسؤولياتك الشخصية، وانا بفضل تدخل بجزء بسيط من رأس مالك. اتذكر صديقي ممكن العملة ترتفع لما يتم اضافته على كوين ماركت كاب. اي تفاصيل بخصوص العملة راح اترك لك اياها بصندوق الوصف. عقد العملة وموقع الرسمي للعملة، حسابهم التويتر وحسابهم على التليجرام. اذا انت حبيت تتأكد من المعلومات بنفسك من فريق العملة. دايما شباب العملات الصفرية بيكون هدفها 1 سنت. هاي العملة سعرها 0.4 صفار، وممكن مع الوقت تحذف صفار. اذا انت كنت مهتم بموضوع الاستثمار، دائما ادخل بجزء بسيط من رأس مالك وخلي اهدافك قريبة. مجرد ما تضرب العملة قمة جديدة بتكون انت حققت ربح كبير، وبوقتها بيكون لك القرار اذا بتبقى بالعملة او بتخرج من هاي العملة. وهيك شباب بيكون وصلنا معكم بنهاية هذا الفيديو. اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لنا اشتراك لحتى يوصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر.